انت تعاملتي ازاي معاه لما هو قالك انا ما ابتديناش علاقتنا وانت على المسرح؟ كان ازاي صلحتوا الموضوع ده؟ سكت ورحت عيطت في الاوضه. بصي صراحه وقتها لما اخذت الكومنت دي فهمت، ما فهمتوش صراحه، لا ما فهمتوش، عصبت وضايقت. بعد كده لما قعدت افكر قلت فعلا هو لما قال I didn't sign up for this فعلا انا حياتي اتغيرت تغير جذري. فرحت له قلت له صح، بس انت بتساعدني ان انا احقق حلمي، ده كان حلمي وانا صغيره مقدرتش احققه عشان بابايا كان ضد الموضوع ده، دلوقتي بقيت قادره ان انا to continue my يعني to do my to go through this career. وقول لي ايه الحاجات اللي انا مش عايزني اعملها وانا مش هعملها. فوصلنا في common ground، ايه الحاجات اللي ممكن اعملها، ايه الحاجات اللي مش ممكن اعملها، والحمد لله يعني it's been fine. وكل ما بقيت انجح اكتر كل ما هو بقى يديني حريتي اكتر ويزقني اكتر لما يشوف ان انا بجد بشتغل، بس I'm reaching somewhere مش بس بعد بعض بلعب. ف وصلتوا لتفاهم، ودي حاجه مهمه قوي، انه انا بشوف انه ممكن في اول الجواز، يعني انا بقى لي مثلا انا 10 سنين متجوزه، فانا اول ما انا وطنطا عرفنا بعض، وبعد كده لما اتخطبنا انا حاجه، وبعد كده لما اتجوزت انا حاجه تانية، فاحنا بنتغير. فمش معقول انه كل ما هيبقى فيه تغيير كل ما هيبقى فيه مشكله، احنا لازم احنا الاثنين نتغير. ده حاجه very healthy اصلا، ان احنا انت بتتغير، عايز تتحسن، عايز تحقق نفسك اكتر. فبيبقى كويس انه البارتنر اللي معاكي يبقى متفاهم ويبقى بيشجعك وحابب ان انت يشوفك ناجحه.